قبل ما نفكر ازاي في فساد احنا نعالج الفساد الاول. قبل كده لما الموظف المسمي الكبير ياخد له 10,000 جنيه والتاني بياخد له معلش 400 جنيه يبقى الفساد ما يبقاش موجود، يعالج الاول وبعد كده يبقى تقول الفساد ليه. اكيد طبعا لازم يكون في زياده الدخل، ما هو لو دخله مكفيه مش هيضطر ان هو يعمل كده اهوت. وفي ناس بطبعها ان هي كده يعني، اولا غياب القدوه في العمل نفسه، يعني انا مثلا كمدير بنك كان ليا القدوه اللي بقتدي بيه، يعني عارف ايه هو الانجاز الصح، ولازم يعني العميل اللي قدامي الانجاز لازم ياخد احسن خدمه وفي اقل وقت وبالجوده العاليه. مش عارف هي في المصالح الحكوميه بتاعتنا فعلا بتبقى مختفيه. تاديب، اي واحد موظف يخطا في عمله يتقدم للعداله على طول، ما فيهاش اتنين تلاته. لازم يكون في ضمير بقى، يعني الناس يعني لازم يكون في ضمير ويرضوا بقى باللي ربنا قسمه لهم، الحاجه اللي هي ربنا قسمها لها.